برشيد اللي ولا قايد ديالنا في المعسكر كان كيزرع فينا الرعب وكيفرض علينا نديرو ليه التحية العسكرية، يعني نوقفو في الوضعية ديال الاستعداد ملي نكونو كنهضرو معاه، ولكن بزاف اللي ما كانوش كيبغيو يديروا هذا الشيء. واحد النهار هاد المجرم وقف الملازم الرحموني حدا فين ساكنين وطلب منه ينفذ الاوامر ديالو، يقدم له ديك التحية. الرحموني ما بغاش يوقف له في الوضعية ديال الاستعداد وجمعها معاه بواحد الضربة حتى فرق عليه الطبلة ديال الودن. وعمرني غنسى الصورة ديال واحد الراجل سميتو باسو، كان دايز قدامي بشي 10 متر وما قدرتش نقرب ليه باش نسولو على حالته. كان مورك بيدو على كرشو من الجهة اليمينية وكيقول لي وهو غادي، قال لي بسلامة السي الملازم غادي نموت. الغد ليه هزوه للسبيطار وداروا ليه العملية شي كوبيين باش يحيدوا ليه المصرانة الزايدة، وهي عملية عادية. مورها بيومين قالوا لنا بلي مات حيت هملوه دوك اللي واقفين على العملية، وتدفن في واحد المقبرة فتحوها جديدة فين كان كيتلاح الزبل ديال المعسكر. وكان تما واحد الأسير خرس سميتو مبارك كان من مدينة طاطا، جابوه للسبيطار حيت كان مريض وفي نفس الوقت عنده نظر ضعيف. جا عندنا ديك الليلة يسلم علينا غير بالتخبية حيت كان ممنوع على المساجن اللي ماشي ضباط يجيو عندنا فين ساكنين، جا غير يسلم ماشي باش يدير معانا المعرفة. في الحقيقة مسكين كان بحال جاي يتوادع معانا. كانت ديك الزيارة الأخيرة للرؤساء ديالو رمز قوي وباقى ليومنا هذا جزء في الذاكرة ديالنا الجماعية. ديما كنسول راسي واش تنبأ بالموت ديالو ولا غير صدفة، الله بوحدو اللي عالم. كان الملازم ديال القوات المساعدة هو الوحيد اللي يمكن ليه يمشي فيما بغى في المعسكر ديالنا، ولا مذيع كامل العضوية في الإذاعة ديال البوليزاريو، وكان هو اللي كيختار المساجن اللي غيهضروا في الراديو. كان فيه واحد الغرور خايب وكيهرب من الخاطر حيت كان كيدير ديك الخدمة الشينة. قررنا نقاطعوه كاملين ما هضروش معاه، بقى غير واحد الضباط كان ملهوف على الماكلة هو اللي بقى كيتواصل معاه باش يجيبوا له ماكلة حسن من ديك اللي كناكلو حنا. ولكن حنا كنا مفتاخرين بريوسنا باقيين مغاربة وكنعيشو غير بداك الشي اللي كيجي في حقنا من المطعم ديال المعسكر، يعني العدس والمعجنات وشي حاجة سرقوها لنا الجنود. واحد النهار عطاني الجندي عمر بوهو عطاني 2 بيضات، وكانت هذيك هي اول مره كنشوف فيها البيض من 1979. عطيتهم للنقيب العروسي صوب لينا بهم اومليت كبيره، كانت كبيره ورقيقه بحال الورقه، قسمناها على 25 واحد باش كل شي حس بالمذاق ديال البيض في فمه. وديك الساعه عرفت بلي الا قسمتي شي حاجه قليله مع الاخرين كتحس بالقمة ديال المتعة وانت كتاكل حقك. ما بقيناش كنمشيو عند الصحافة بزاف حيت ولاو كيسولونا على المدة ديالنا في الأسر، وكانوا كيتصدموا ملي كنقولوا لهم بلي كاينين شي وحدين فينا دوزوا 6 سنين في الحبس. ولاو كيركزوا على الوضع ديالنا ماشي على القضية ديال البوليزاريو، وهذا الشيء ما كان كيعجب لا للجزائر ولا للبوليزاريو. وباش يتجنبوا هاد التعاطف الجديد ديال شي صحفيين ما بقاوش كيبغيونا نمشيو عندهم. من غير نهار 27 فبراير وهو النهار اللي كيخلدوا فيه قيام الجمهورية الصحراوية الوهمية، وكنا كنتلاقاو مع الصحافة والوفود الأجانب. في 1982 ما تشدوش الجنود المغاربة بزاف، وملي سال البني ديال الحزام الأمني المرتزقة اللي كانوا مولفين كيشدوا المئات ديال الجنود في 1979 و1980 ما بقاو كيشدوا حتى واحد. البوليزاريو بدلوا الوجهة مشاو من جهة البحر باش يشدوا الصيادة المغاربة والكوريين والبرتغاليين وشي مرات حتى الصبنيوليين، ولكن قليل فاش كيشدوا الصبنيول. دوك الأسرى الكوريين داروهم في بيت معزول حدا واحد البرج ديال المراقبة،
وكانوا كيصيفطوا لنا الاشارات ديال الصداقه كل ما دزنا حداهم ملي كنكونوا غاديين نهزوا ولا نزلوا الطوب والرمله. وبلا شك غيكونوا فهموا باللي حتى حنا اسرى بحالهم. واحد النهار شفنا الراس ديال واحد الراجل شارف كان كيطلع علينا ويغبر ورا واحد القصديره. ديك القصديره كانت كتغطي واحد الحفره في الارض غارقه بزاف. بقينا حاضين ديك القصديره اللي مخبيه داك الشارف، كان كيبان وشويه كيغبر، وبان لينا بلي كان عيان بزاف. ومور 10 ايام جابوه للمعسكر ديالنا، هزوه باش يتعالج في القاعه ديال التمريض. عرفنا من بعد بلي سميتو بيضاضه، وكان من جويه الزاك، وعنده ولادو في المخيمات ديال البوليزاريو. عذبوه بزاف حيت ما بغاش يتخلى على الجنسيه المغربيه ديالو. سولت عليه الطبيب اسفسه وقال لي بلي ما عنده حتى حاجه خطيره، غير الجوع هو اللي دار له هكاك. وناضوا شي جنود سرقوا بواطه ديال الكوفيتير وجوج باكيات ديال الحليب ديال الدراري الصغار، سرقوها من البلاصه فين كيخدموا وعطوها لذاك الشارف. وداك الشي كان كافي باش يرجع من جديد لحالته الطبيعيه مور واحد الشهر، ولكن بقى كيعكز على العصا. البوليزاريو شدوا واحد المعاق ذهنيا وعذبوه حيت ما بغاش يجاوب على الاسئله ديال المحققين. حتى الاسئله ديال خوتو الاسرى ما كانش كيجاوب عليها. ما كناش عارفين حتى البلاصه فين تشد النهار الاول. عذبوه وحرقوه قبل ما يحطوه في السبيطار. يوميا كان كيمشي للظل ديال واحد الحيط وكيبقى تما ما كيتحركش. كان وجهه المحروق كيشبه لوجه شي دري صغير ديما كيشوف جهه الارض. وكان كيفكرني في ابراهيم تابيا، هذاك اللي تسطى وما بقى كيجاوب حتى واحد. كان كيسمع غير ميمون نجيد حيت كان كيتهلا فيه مزيان. الحمد لله حيت مازال كاينين بيناتنا ناس كيبقى فيهم بنادم وكيتكلفوا بدوك الصوقع اللي دمرهم البوليزاريو. ولا كان ميمون وشي واحدين اخرين كانوا كيضحيوا باش يقابلوا ويتكلفوا بالناس اللي كلاوها في المعسكر، كان داك الخبيث اللي مكلف بالكوزينه حاسب روحه شي حاجه وكبروا ليه الشان المسؤولين ديال البوليزاريو ولا صاحبهم كاملين، ولا كيحسب المساجم بحال شي سلعه رخيصه ما ساويه والو. كان هاد الميكروب كيشري المساجن اللي ما عندهم ضمير باتاي والسكر باش يمسح الارض بكرامتهم. وكان كيستغل البلاصتو اللي مكلف فيها بالمؤونه، ديك المؤونه اللي كلشي ملهوف عليها. ملي مرض واحد الجندي عند الرتبه ديال المساعد مرض بالسل، عزلوه في واحد الزنزانه مهمشه. بقى كيطلب من داك الطاغيه ورا الباب ديال الزنزانه ديالو غير شويه ديال الزيت، ولكن هو ما كانش كيتسوق ليه. حتى مات مورا سيمانه بلا ما يعتقو حتى واحد. في ديك البلاصه من تندوف ما كانوش غير المساجم بوحدهم هما اللي كيعانيو. كنا كنخرجوا نخدموا وحده واحد البلاصه فين كاين السلاح اللي حيدوه من الجيش المغربي، وكنصنعوا الطوب في واحد الواد كانت فيه دار جديده يلاه مبنيه. كان ممنوع علينا بمره نقربوا ليها، وكنا مكنيين عليها الدار الورديه. كان واحد المسجون مغربي سميتو ريفينيو هو الوحيد اللي خدام فيها. كان كيبعد علينا ما كيبغيش يجمع معانا حيت كيخاف نسولوه. كنا عارفين بلي بزاف ديال المساجن صحراويين ولا مرتزقه كانوا تيدوزوا من ديك الدار قبل ما يخرجوا منها للمقبره ولا للحبس ديال التخيله. والمجرمين اللي كانوا مكلفين بالتحقيقات العنيفه كانوا كيجيو لديك الدار، وكان منهم حجيب وشريف وسان لازار وعبد الودود. ديما كانوا كيهزوا معاهم شكاره فيها الوراق باش يقيدوا التحقيقات. يمكن كانوا ثلاثة الطوموبيلات لاندروفر واقفين حدا الدار. كانوا كيقولوا بلي هاد الطوموبيلات ديال ثلاثة العائلات شدوهم الدوريات الجزائرية كيحاولوا يدخلوا للمغرب. حتى العيالات والدراري الصغار كيديروا معهم التحقيق ملي كيتشد رب الأسرة. وكيعاود ريفينيو على العذاب والجرائم اللي كانوا كيديروا المحققين في ديك الدار. جلادين كيغطيو وجوههم وكيعذبوا ويقتلوا بلا رحمه،
خصوصا لكان شي واحد متهم بالخيانة وما كينتميش لشي قبيلة كبيرة قد الدفع عليه ولا تعتقه. في البداية ديال 1983 حول البوليزاريو من المركز 5، حول من تم 20 أسير مغربي كانوا من الأقاليم ديال جنوب المغرب، كانوا كلهم مراض وموسخين. والأول مرة في الحبس كنشوف شاب مسجون مشات ليه يدو من المرفق، ما كانتش هاد الإعاقة كتعفيه من الأعمال الشاقة ولا حتى من المشحاطة. الصحراويين المغاربة كانوا كيقدروا يصبروا لدوك الظروف ديال البؤس والحرمان. واحد الشارف منهم كان كيدور عليه لحاف باش ما يبقاش عريان، حيت ما كان عنده ما يلبس ولا يتستر به. ورديت البال لواحد اخر ما بغاش يبقى يطلب العافيه باش يشعل بها عض ما يكمي فيها، وهز طريف من سيليكس وحديده كيحكها على الحجره باش يشعل العافيه. كانوا كيحلوا مشاكلهم بشي حوايج بساط وصغار وقدام. في ذاك الوقت كان ادا الشاب الوسيم اللي عنده المنصب ديال نائب رئيس امن البوليزاريو، وكان قايد ديال كاع المراكز ديال المساجن. جا في بلاصة المجرم البيضاوي الخليل. واحد النهار الأسير عبد الرزاق خرج على السيطرة وبدا كيعاير في البوليزاريو بالجهد وقدام الناس كلهم. شافوه وسمعوه الحراس وركل مبارك ميلي، تلاحوا عليه الحراس بالضرب والركيل حتى محطوه مع الأرض، طواو ليه سيقان وحتى ولاو رجليه لاصقي مع المؤخرة ديالو، وربطوا ليه يديه معاهم وجروه فوق الأرض حتى وصلوه لوسط الساحة. بقى تما لمدة ديال سيمانة كاملة بلا ما يقدر حتى واحد يقرب منه ولا يفكو. كانوا كيعطيوه ياكل حاجة قليلة في النهار باش يبقى حي. في الأول كانوا كيضربوه، ولكن من بعد ما بقى حتى واحد من البوليزاريو كيتقرب منه. كانت ريحته خانزة بزاف لواحد الدرجة ما يمكنش، حيت كان كيقضي حاجته الصغيرة والكبيرة في بلاصته. ومن اللي فكوه من تما جابوه في بلاصتو الميكانيكي عبد الرحيم خانة، واللي اتهموه باللي كان باغي يعاون عبد الرزاق، وربطوه في بلاصتو 5 أيام حتى هو. الطبيب أسف ساعة تقلي الدين ديال عبد الرزاق بأعجوبة، كانوا ولاو كحل ومنفوخين، ما كان كيقدر يحرك حتى صبع واحد من يديه، ولكن حالته بدات تحسن شوية بشوية بالدوايات اللي كان الطبيب والطاقم ديالو كيسهروا عليها باش يداويوه. فبراير 1983 كان هذا النهار ديال البريات. كنت صراحة من الناس اللي عندهم الزرحة، وصلتني برية واحدة من فاطمة واللي بقات كتهضر ليا فيها على ولادنا وعلى العطلة اللي دوزوا في مدينة أكادير. عندي واحد من صحابي اللي كان ضابط في القوات البرية. تأثرت بزاف من اللي عرفت باللي مازال كاين شي واحد من صحابي كيفكر في ولادي. وبالفرحة بقيت كنعاود هادشي لصحابي اللي ساكنين معايا. الغد لي عيطوا عليا الإدارة ديال المركز، واستقبلني واحد الشاب من البوليزاريو سميتو كونتي، كان تلميذ لمدة طويلة عند صحابي الضباط. عطاني الوراق وواحد ستيلو، قال لي نكتب كاع داكشي اللي كنعرف على الرائد اللي استقبل ولادي. دوزت النهار كامل بوحدي في داك البيت، وكتبت باللي تلاقيت هاد الضابط في فرنسا عام 1973 ملي كنا كندوزو التكوين، وقربنا لبعضياتنا حيت كنا من نفس المنطقه في المغرب، وتلاقينا مره اخرى في 1976. هادشي اللي قديت نقول. في العشيه ملي عطيتو الورقه شاف فيا معجب، قال لي واش بصح غير هادشي اللي كاين؟ قلت ليه ما عندي حتى حاجه اخرى نزيدها. بقى واحد المده كيفكر، وقال لي بلي عندي الزهر حيت تلاقيته هو في ديك المهمه، وطلب مني نخرج. خرجت واستنتجت ببساطه بلي في كل بلاصه كاين خائن ولا جوج غدارين كيشكموا العدو شنو كيديروا اصحابهم الاخرين. في 1983 بدا المغرب كيبني في الحزام الرملي الثاني، وكان البوليزاري والجزائر كيديروا اي حاجه باش يوقفوا بهذاك البني. ناضت واحد المعركه كبيره في المسيد،
حط فيها البوليزاريو بزاف ديال المقاتلين مدعمين بالدبابات والصواريخ ومجهزين برادارات ومدفعية ثقيلة. فيها المدافع اللي عندها بزاف ديال الفام ومدافع أخرى. وحتى المغرب من جهته كان ذكي في السلاح ديال الطيران. صيفط الطيارات الاستكشافية يعرفوا البلايص ديال الرادارات. وتبعوهم الطيارات ديال الهجوم اللي ضربوا الرادارات هي الأولى. وصيفطوا حتى الهليكوبترات لكازيل ديال فرنسا وضربوا الأول مرة بصواريخها المضادة للدبابات. ديك الساعة حس البوليزاريو باللي ما بقاش هو القوي في المواجهة ديالو مع المغرب. ومن النهار الأول ديال المعركة جمعوا فرقة من الفراملية ديال البوليزاريو في المعسكر ديالنا وجروا على كاع المساجن الوسط الساحة. عيط هذاك اللي سميتو ليوا على 3 ديال الأسرى الجنود وداهم للسبيطار تحت الضرب والركول والسبان. سرحوهم ومصوا لكل واحد فيهم 500 مليلتر ديال الدم مع التصرفيق والركول. موراها داو عاود تاني 3 اخرين بنفس الطريقة. ما كانت حتى شي وقاية ولا احتياط باش يحافظوا على الصحة ديال المسجون. ما كانوش كيقلبوا الضغط ديال الدم قبل هاد العملية وما كيتسوقوش كاع المدة ما بين العملية الاولى والتانية. البوليزاريو كانوا مسعورين بزاف. نفس الخدمة داروها مع كاع المساجين اللي في المعسكرات الاخرى. وهادشي كيبين بلي ماتوا وتجرحوا بزاف ديال المقاتلين في معركة المسيد. داكشي علاش دوزنا هاد 3 ايام ديال العذاب. واحد الحارس مجرم سميتو عبد الله كنا مكنيين عليه الكوماندار مات ليه ولدو في ديك الملحمة وكان غايت سطة. عمرني ما شفت شي واحد من البوليزاريو شداه الهيستيريا على المساجم بحالو. وقيل خسروا بزاف في ديك المعركة وبزاف اللي تجرحوا لهم. هادشي اللي خلاهم يحيدوا للمساجن المياوات ديال اللي تروات من الدم بالعنف والقهرة. وفي واحد المدة ما فاتتش 3 ايام قال لنا واحد المسؤول بلي بلا شك المغرب ولا مجهز الكترونيا حيت كاع الرادارات ديال البوليزاريو صفاوها ليهم في 5 دقائق الاولى نهار شعلات في المسيد. كانوا الطيارات الحربيه الجزائريه اللي في تندوف في الحاله ديال الاستنفار. وكانت واحد الدوريه من طيارات ميغ 21 مجهزه بالصواريخ وديما كطير تما. وحتى الطيارات ميغ 23 كانت كتشارك شي مرات ولكن حتى حاجة ما وقفت داك البني اللي كان بهدي. وبالنسبة للحياة وسط داك المعسكر اللي كنا كنسكنو فيه رجع القايد ديال المطبخ اللي كانت سميتو الفقيه رجع باش يدير خدمته تما. وكان كيتضارب عليها مع داك العسكري المكلخ اللي جا في بلاصتو. البوليزاريو خلاهم تما بجوج باش يطيبوا العدس ويعيطوا على المساجن يتجمعوا. وبسبب هاد الجوج وشي مساجن اخرين كان البوليزاريو كيعرف كل صغيره وكل كبيره على داكشي اللي كيطرى في المعسكر ديالنا. العدد ديال الاسرى اللي تقدموا للصحافه في داك الصباح ديال 1983 كان فايت 200 واحد. دوزنا اكثر من ساعتين كنستناو يوصلوا الصحفيين. ملي كنا كنستناو سولت واحد الاسير كان مكرفص صفر وضعيف كان جالس حدايا بشي جوج مترو. قال لي بلي سميتو اخرو تشد نهار 24 غشت 1979 ودوز عام كامل في واحد المعسكر ديال المساجم في العيون الوهمية. خدم تما مع صحابو لكتر من شهر. كانوا خدامين ليل ونهار باش يكملوا البني ديال شي منصة بالمناسبة ديال الذكرى 27 فبراير. قال لي بلي كانوا عندهم بزاف ديال الحراس بالكابليات ما كانوش كيزقاو عليهم بالضرب وما كيعطيو لهم حتى دقيقة واحدة ديال الراحة. قال لي كنت جيعان بزاف وكنت كنحس بالجسم ديالي خاوي من الداخل. قال لي غير داك الحريق ديال المشحاطة هو اللي كان كيخليني نجري فحال صحابي. كان اخرو كيعاود لي انه مور ديك 3 ايام ديال التمارا والعذاب ما بقى باغي والو باغي غير ينعس. قال لي بلي كان كيبقى يتمشى وعينيه مغمضين. كانوا دوك المجرمين ديال البوليزاريو اللي كيموتوا على الدم
كيعطيو لدوك المساجن ساعتين ديال الراحه في 24 ساعه. ولاحظنا لا انا لا صحابي باللي في دوك الظروف كيولي الترتيب حتى في الاحساس بالالم. الجوع والحاجه للماكله كيضروا بطبيعه الحال، ولكن الحريق ديال الضرب بالمشحاطه كينسيك في الجوع وكيجيب لك النعاس في الاخر. ما كيبقاش عندك الجهد وما كتبقاش تحس بالحريق ديال المشحاطه، عينيك كيتسدوا وما كتبقى تحس بوالو. قال لي اخرو وليت بحال مضروقي، وكنت كنحس بلحمي كيتشرق بالضرابي، ولكن داك الحريق ما بقاش كيوصل للدماغ. كان محمد عبد العزيز الامين العام ديال البوليزاريو والبشير مصطفى السيد وابراهيم غالي وزير الدفاع والبطل سيد احمد وزير الصحه، هادو كاملين كانوا كيهزوا السلوكه ديال الضو كيضربوا بها المساجن وكيضحكوا عليهم بالجهد فاش كيطيح شي واحد في الارض بسبب ديك الضربه القاسحه اللي دار ليه شي واحد. كان الحريق ديال المساجن كيفرح الضباط الجزائريين والمسؤولين الكبار ديال البوليزاريو. هاد المسؤولين هما نيت اللي كياخذوا الكلمه في الحفلات الدوليه باش يقولوا لدوك المكلخين الممثلين ديال الدول الغنيه باللي البوليزاريو ضحيه ديال المغرب، وكيقولوا لهم باللي حنا كنحترموا الاتفاقيه ديال جنيف في التعامل مع الاسرى. قال لي اخرو باللي فاش سالت الحفله خاص المنصه تفك، كنا كنخدموا 12 ساعه في النهار لمده ديال 15 يوم، ومورها لقينا راسنا في 300 واحد كنحفروا في واحد الحوض بحال شي مسبح اولمبي وكنغارق بزاف. قال لي كنا كنخدموا بنفس الطريقه اللي بنينا بها هذيك المنصه. جوج من صحابو اللي طرطقوا ليهم العينين بسبب دوك السلوكه ديال الضو فاش كانوا كياكلوا العصا. في يناير 1984 البوليزاريو تلقوا صراح 10 ديال الاسرى، وكان بينهم المساعد اول محمد الصديق ايستي. ملي رجع هاد الضابط الصف للمغرب كنت مقتنع بلي الجيش ديالنا غيعرف الوضع ديالنا في الاسر وكاع داكشي اللي دوزنا من نهار تشدينا، ولكن للاسف من بعد عرفت بلي الجنود بعشرة اللي تلقوهم بقاو تحت المراقبه اكثر من شهر وصيفطوهم لديورهم بلا حتى شي امتياز بحال كانوا من المساجن ديال الحق العام. غتلاقى مراتي مع محمد ايستي اللي غيعاود ليها بالتفاصيل على المعاناه اللي كنا كنعيشو. واخا البوليزاريو كانوا عندهم بزاف ديال السيتيرنات دالما كانوا كيعطيونا داكشي قليل. كنا كنشوفو السيتيرنات ديال 10 طن فوق الكاميوات فياط جاو من عند القدافي، وكاميوات فولفو جايبها منظمه غوث اللاجئين اش سي ار. هادشي بلا ما ندويو على العشرات من السيتيرنات العسكريه فوق الكاميوات جي ام سي اللي حيدوها للقافلات ديال التموين المغربيه، وهادوك اللي جابوا من البلايص اللي هجمات عليهم البوليزاريو. يعني المكان موجود في دوك السيتيرنات، ولكن كان كيمشي للطوب والبني ديال الحيوطه والجرادي والزرع. عشرة لتر ديال الماء في النهار المسجون ما كانتش كتجيهم معقوله للبوليزاريو، حيت العناصر ديالهم كانوا كيستعملوا الماء غير للشريب ولا الاتاي، ما كانوش كيبغيو يدوشوا باش ما يصدعوش الجن اللي ساكنهم. وحتى فاش كيمشيو للطواليت ما كيغسلوش بالماء، غير جوج حجرات ولا ثلاثه قاضيين الغرض. حتى تخلطوا مع المساجن المغاربه لمده طويله عاد اكتشفوا الميزه ديال الغسيل ويلبسوا حوايج نقيين. في 1983 و 1984 كانوا كيعطيونا الماء جوج مرات في السيمانه، كنا كندبروا السطوله والبرامل باش نخزنوا داك الماء اللي كنقضيو به واحد 3 ايام ولا 4 ايام. وفي الصيف كان عندنا نقص كبير في الماء، في يامات الصهد القاسح كنا كنشربوا حتى 8 لتر للواحد يوميا و5 لتر ديال النظافه. اما التدواش ب5 لتر من الماء مره ولا جوج في السيمانه كانت متعه كبيره. كان كلشي كيشكي من كرشو حيت الماء اللي كنا كنشربو كان كيبقى عريان. كل صباح كنلقاو سراق الزيت غارق في داك البرميل ديال 50 لتر، وبلا ما نهضروا على ملي كتكون العاصفه كيفاش كترد داك الماء بالرمله. كنا كنحاولوا نوفروا واحد 10 لتر ديال الماء باش نسقيو واحد المترو من الارض حدا الدخله ديال البيت. زرعنا الزريعه ديال اللفت ونبتات مور 4 ايام، ومن بعد شهرين ولا الطول ديال اوراق اللفت تيوصل 30 سنتيم.
ما قدرناش نوصلوا للعروق اللي المفروض هي الغلة، وداك الشيء بسبب الزحام ديال الربيع. غسلنا الوراق ديالها مزيان وطيبناها في الماء والملح والزيت، وكلينا دوك الكرات الخضراء ديال الوراق اللفت بالفرحة ديال الدراري الصغار. كل شيء عجبو الحال داك النهار. من بعد ولينا كناكلوا الوراق ديال الخيزو اللي كانوا الجنود ديالنا كيجيبوها من النخيلة، كنا كناكلوها بنفس الطريقة. كانوا كيجيبوها من ديك المزرعة اللي كان فيها عشرة القطارات كتنتج الخضرة الكبار ديال البوليزاري والجزائر. وحيت كنا دوزنا سنين طويلة بلا ما نشوفوا الخضرة، لقينا واحد المذاق ما كاينش فحالو في الوراق ديال الخيزو اللي معروف عليه احسن ماكلة عند القناين. كنا ساكنين حدا الكوزينة فين كيطيبوا، وهذا الشيء كان كيديروا نجي المسؤولين ديال البوليزاريو اللي كانوا كيطيبوا لهم غير الماكلة الزوينة، وكتطلق واحد الريحة كتشهي. كانوا كيطيبوا هادوك الطيابة بجوج. كنا كنحرجوهم وكنخليوهمش يفوتوا الحدود مع الجنود ديالنا الصوقع اللي كانوا كيطلبوا غير شوية ديال السكر والزيت والخبز، وفكروا البوليزاريو يحولونا من تما. واحد النهار جاء علي خو ابراهيم غالي وطلب منا نخرجو ونهزو تحت باطنا غطاواتنا وحوايجنا. داونا لواحد جوج بيوتا برا المعسكر تحت البرج ديال المراقبة، وهاد جوج بيوتا كانوا خدامين تما الخرازة. هاد المقر الجديد خلانا نتجمعو لأول مرة تحت سقف واحد مع الضباط والطيارين اللي تحبسوا في القلتة. خدينا واحد المسطرة مرقمة باش نقسموا المساحة المحدودة اللي كانت في دوك البيوتة بواحد الطريقة عادلة. كل واحد فينا كان عنده الحق في جوج متر على 93 سنتيم، ينعس ولا يتسرح فيها يدبر راسه. كنا تندوزو النهار كامل في بلايصنا اللي كانت تعفاو من الخدمة. الزحام اللي كنا عايشين فيه لسنين طويلة كان جحيم. محبوسين نهار وليل، كنسرحوا عينينا الفوق وكنستناو شي إشارة غتعلن على النهاية. يتسالى الحبس ولا يتسالى العمر، كيف كيف. بنا المسؤول واحد الزنزانة فيها مترو على جوج قدام بيوتنا الجداد مباشرة، بنوها باش يحبسوا فيها واحد من البوليزاريو في الليل. كان بالنهار كيجلس في الظل حدا الزنزانة وكيدير راسو كيقرا شي حاجة في واحد الورقة. دزنا من حداه منين كنا غاديين نقضيو حوايجنا. ملي شافنا جايين قرب الكرتونة من عينيه وسلم علينا بآداب، قال لينا سلام الله عليكم الله يحفظكم. عرفنا من بعد باللي حصل مرتو مع صاحبها عريانين في الفراش وقتلهم. يمكن كان من شي قبيلة كبيرة حيت كانوا كيتعاملوا معاه مزيان. دوز تما شي شهورة وخرجوه. في ديك الوقيته جا هداك اللي سميتو الشريف في طوموبيل لاندروفر وقرب من واحد الجماعة ديال الحراس وسولهم، قال ليهم شكون فيكم اللي بغى يقتل واحد المغربي. جاوبو رحال القايد ديال الحراسة، قال ليه الشريف جيب الكلاشينكوف وتبعني. داو معاهم عبد الرحمن الحمق اللي كان محروق، ومشاو مجيه الطواليطات ديالنا في الطبيعة. موراها سمعنا ثلاثة القرطاسات. داز ثلاث ايام ولقاو الجنود ديالنا الجثة ديالو مليوحة وفيها ثلاثة القرطاسات. كان نص ومغطي بالرملة، وحفروا ليه قبر بالزربة في البلاصة اللي لقاوه فيها ودفنوه تما. كانوا الجزائريين كيصفيو هالأي مسجون فيه الآثار ديال التعذيب. البوليزاريو ما فكرش مزيان ملي جابوا عبد الرحمن للمعسكر ديال الأسرة، حيت كانوا عذبوه بزاف وحرقوه على والو. داروا له هاك غير حيت ما كانش كيهضر. عبد الرحمن تسطى وما كانوش عنده المعلومات اللي يعطيها لهم، وباش يغطيو على دوك الحروق والآثار الغارقة ديال التعذيب صفوها ليه بدم بارد بحالو بحال بزاف ديال المساجين الاخرين. ملي تبنى الحزام الامني، البوليزاريو ما بقاوش قادين يهجموا بقوه على المواقع المغربيه باش يخربوا ولا يشدوا العساكريه والضباط. قاسهم الاحباط وخاب الامل ديال كاع اللي كان كيعاونهم باش يزعزعوا الاستقرار ديال المغرب. اولهم القذافي اللي عطى للجزائر والمرتزقه السلاح والفلوس باش يخضع له المغرب، ولكن ما قدرلوش. القذافي تلفت مرة أخرى للمغرب
وقطار عليه الوحدة المغربية الليبية باش يوصل داك الشي اللي بغى مع المغرب. هاد الشي كان داروا مع مصر وتونس ولكن ما صدقش ليه. يعني الجزائر فقدات الحليف ديالها الرئيسي، ولكن جبهة التحرير الوطني بقات محافظة على العلاقات ديالها الزوينة مع القذافي، وحتى هو ما قطعش معاهم نيشان. بقات ليبيا ديما كتستقبل الالاف ديال الدراري الصغار من المخيمات ديال اللاجئين في تندوف، كانوا كيحيدوهم لوالديهم باش يمشيو يقراو في ليبيا من الابتدائي حتى الجامعة. كان هذا هو الدعم الوحيد اللي بقى كيقدمو القذافي. ملي صادقوا على الوحدة المغربية الليبية تبدلات المعيشة ديالنا في الحبس، انتشرات المجاعة، ولا عندنا نقص كبير في الماكلة، وخواص السبيطار من الدواء، ولا كيجي في حقنا 250 غرام ديال السكر للمدة ديال شهر للواحد، مور ما كان كيجي في حقنا كيلو للواحد. أما أتاي والحليب غبرة والعدس ما بقيناش كاع كنشوفوهم. قبل كانوا الخبازة كيخرجوا 80 خبزة من خنشة ديال الدقيق 50 كيلو، ودابا خاصهم يخرجوا 120 خبزة من كل خنشة، ولات كتجي في حقنا نص خبزة في النهار لكل واحد. كان الغدا كيكون فيه 20 حبة ديال اللوبيا كتعوم في بزاف ديال الماء، وفي العشية كانوا كيفرقوا مغرفة واحدة لكل واحد من الليبات ولا الروز كانت بحال الحسوة البيضاء. ولات المجاعة ديال بصح، وكان الطبيب أسفسة هو أول واحد دق ناقوس الخطر، وقال لي إلا زاد هادشي واحد 15 يوم أخرى غيبدا يطيح بنادم. ولينا كنحسو بالموت قريبة بزاف بسبب ديك الماكلة. وباش ما مرضوش بالسكوربيت طلبت من كاع صحابي دبروا الزريعة ديال الكرافس ولا المعدنوس، وزرعنا واحد جوج مترو منها. كان داك الربيع كينبت بالزربة. في شهر واحد ولينا كنمضغو 5 د العويدات خضرا لكل واحد باش على الاقل نستافدو من فيتامين سي، ولكن واخا هكا كانت ديك المجاعة كتخوف بسبب داك النقص في الماكلة. واحد النهار مشات عيني لشي حاجة جاتني بحال طرف ديال الخبز، وقفت وبقيت كنشوف. شداتني النفس اللي فيا باش ما نمشيش نهزو، وبديت كنقول مع راسي الا كان خبز علاش ما هزو حتى واحد. وفاش ركزت عليه وحكرت بان ليا بلي كان غير طرف ديال البونج، وانا كان كيحسب ليا خبز. حيدت وجهي من داك المنظر، ولكن الجوع اللي كان فيا كان كبير بزاف. وليت فين ما كنشوف شي طرف ديال البونج كيبان ليا خبز. ملي كنجوع كنوليو بحال الدراري الصغار. سمعت بزاف على المرض ديال السكوربيت، وكان كيحسب ليا بلي كيطيح السنان، وبسبب ديك المجاعة عشنا العواقب ديال نقص فيتامين سي. كانت الروائح ديال فمنا بحال الريحة ديال الحيوانات. كنت كنشم ديك الريحة في البيت اللي ساكنين فيها، وكتجيني التقية. كنبقى نسول مين جاية هاد الريحة. في الاخر عرفت بلي ديك الريحة ديال فمنا. بداو صحابي كيبانوا ليا غاديون كيزراقوا بحال خدامين في شي منجم ديال الفحم، وحتى انا بديت كنحس بالحريق والتغزغيزة في عظامي، وما بقيتش قد نتحرك. كنت مازال ما عرفش ديك الساعة بلي هذا هو مرض السكوربيت. بداو في خاضي كتبان فيهم الزروقية. وصلوا شي وحدين في صحابي لواحد المرحلة متقدمة من هاد الشي. واحد فينا كان نصو التحتاني كامل زرق، وما بقاش قد يتحرك من بلاصتو، وبدا كيقول شي هضرة كاع مفهومة. اما الجنود كانوا كتار منا. المخابرات الجزائرية تبعت التطور ديال ديك الحالة، وصيفطوا شي شوية ديال الفيتامين سي في البراوات. ملي خديت الشوكة الاولى ديال الفيتامين سي مشى ليا الحريق من الساعة الاولى، ولكن جا في حقي غير 3 البراوات، ما كانش كيمكن ليا نكمل الوصفة كلها. بقات الزروقية في الحميشية ما تحت حيدات في الاخر. لحسن الحظ جا المنطقة واحد الوفد الماني وواحد اخر سكندينافي، وشافوا المجاعة اللي كنا عايشين فيها احنا والسكان ديال المخيمات. جات المساعدات الاوروبية باش يعتقونا من الجوع والموت، وبان العدس والحوت عاود تاني، ولكن الدواء ما كانش كافي. مور 1984 ما بقاوش كيبزوا علينا الخدمة، وما كيديوناش للصحافة.
في الأعوام الأولى من الحبس كنا احنا هما الخسارات اللي سببها البوليزاريو للمغرب، وكانوا الصحفيين كيهضروا علينا وهذا الشيء كيحفز القوة ديال البوليزاريو في المواجهة. ولكن من بعد ما تبنى الحيط اللي داير بالصحراء وما بقاوش قادين يفوتوه البوليزاريو تبدلات الوضعية، وكنا ضاربين 7 سنين ديال الحبس، يعني ما بقاوش الصحفيين وحتى الوفود ديال شي بلدان كيشوفوا فينا سوى الى تحرجوا، كيشوفوا ناس مدمرين صافي خاصهم يطلقوا لصراحهم. كانوا كاع الضياف كنبقاو فيهم وكيتعاطفوا معانا، وهذا الشيء ما كانش في مصلحه البوليزاريو، وما بقاوش كيخليونا نقابلوا الصحافه. كان القائد ديال معسكر الاسرى في الرابوني سميتو البو، شاب صغير عيسري، وكان والديه كيسكنوا في النخيله، وهو اول واحد صورني ملي جيت للرابوني القديم. كان قليل الهضره ولكن كيدير ردود افعال خايبه. كان عقل عليه واحد المره طلب من واحد الجندي سميتو الحسن، كان من اكادير، طلب منه يمشي يخدم، وهو كان مريض ما قدرش يمشي، ما قدرش البو يتحكم في راسو، ودفع الحسن طيحو للارض وعفط ليه على صدره وبقى كيضربو بالزروات الراس حتى بدا كيخرج منه الدم، وبقى مليوح فوق الارض نهار كامل ما خلى حتى واحد يقرب منه باش يداويه ولا يعاونو يمشي للسبيطار. بزاف ديال المساجين اللي كلاو العصا في الراس وماتوا ولا بقاو ديما كيتشكاو من الصداع في الراس قبل ما يطيحوا في غيبوبه ويموتوا من بعد، بحال كيوقع للجندي بوكيلي اللي ضربوا محمد فاضل، ضربوا واحد الضرب خايب للراس، بقى هاد الجندي كيعاني من حريق الراس لمده طويله حتى دخل في غيبوبه ومات مورها بشهر. شي مرات كانوا كيجيبوا الجثث ديال المساجين ماتوا في معسكرات اخرى، كيجيبوها بالليل وكيلوحوها حدا المركز ديالنا حيت ولات عندنا مقبره ديال المساجين حدا المزباله ديالنا، ولاو البوليزاريو كيديروا هاد البلانات حيت كانوا متاكدين باللي غندفنوهم تما. وملي كنا كنلقاو شي جثه في شي صندوق ديال الخشب كنعرفوا باللي ملاهمات في شي مدينه من الجزائر من غير تندوف. كان واحد النجار من المساجين هو اللي كيكشف لينا على الهويه ديال المرحوم، حيت مبارك ميلي الجلاد الشارف كان كيفرح ملي كيموتوا المغاربه، وكيفرح اكثر ملي كيشوف النعش ديال الخشب حيت كان كيدي داك اللوح ديالو باش يصاوب به الصنادق والخزانات. اما بالنسبه للجثه كان مبارك تيلويها في شي لحاف قديم وكيعطي الامر ديالو يدفنوها. في البدايه ديال 1984 جابوا الجندي عبد الله امريرت اللي سميتو الفقيه، جابوه باش يخدم في المعسكر ديالنا مور ما غبر واحد 3 سنين دوزها في شي ورشات اخرى، وكان سبق وخدم في 1981 كيغسل المواعن عند محمد التازي. ملي رجع السي عبد الله امريرت للرابوني تلاقى مع الرئيس ديالو القديم وعطاه بواحد الحجره للراس طردك بالدم وطاح للارض. دخلوا شي مساجن بالزربه وما خلاوش يصفيها ليه. كانت رده الفعل ديال البوليزاريو قاصحه على داك المسكين، شدوه وربطوه ولاحوه في واحد الزنزانه. اما الطباخ اللي شاف الموت بعينيه عتقو الطبيب اسفسه في الاخر. مور ديك الحادثه بشي 3 ايام شت السي عبد الله غادي مع شي عساس للتحقيق، كان مسكين مربوط بالسلاسل في رجليه وجار معاه كره ديال الحديد لاصقه في دوك السلاسل، لصقوا له ديك الكره باش يدير خطيوات صغيره. عرفت من الحراس باللي السي عبد الله كان باغي يقتل الطباخ الخبيث حيت استغلوا في 1981 فاش كان هو الرجل القوي عند البوليزاريو، كان كيستغل النفوذ ديالو كيهدد صحابو بلي غيشريها لهم مع البوليزاريو وغيعذبوه ولا يقتلوه كاع. طباخ وكليكتو كانوا كيتعداو عليه جنسيا وما بقاش السي عبد الله باغي يعيش، وحلف تيصفيها لذاك الميكروب. ملي ما قدرش يوصل لذاك الشي اللي بغى دار اضراب على الماكله. واحد النهار قربت لعندو وحاولت نقنعو يحبس هاد الشي، رد عليا وهو كيبكي قال لي الراجل ما يقدرش يعيش بلا شرف، وبقى عبد الله كيشوف الموت هي الحل الوحيد، وفعلا مات مور ايام قليله. واش مات بسبب الجوع ولا صفوها ليه البوليزاريو ما عرفتش، ولكن شفت بعيني محمد فاضل اللي كيعيطوا ليه احركو طيح السي عبد الله في الارض وبقى تيركل فيه على راسو وما زقاش من الضرب حتى تلفت وشافني حاضيه، جا جهتي مباشرة وكيغوت قال لي حاضيني ودخلت قبل ما يوصل للباب.
وهو رجع ما بقاش تابعني باش يضربني. كانت هذيك هي اخر مره كنشوف فيها السي عبد الله. في نفس هذا الوقت من 1984 بنا القيد ديال المركز 3 ديال الزنزانات كانوا خاصين، بناهم مباشره تحت البرج ديال المراقبه الرئيسي. كل زنزانه كانت قادة تهز راجل جالس على سطل ديال الكوفيتير ديال 5 يطرو سيقانو مطويين وراسو كيقيس السقف ومرافقو كيمسو الحيوط اللي في الجنب اللي كيجمع يديه فوق كرشو. كانت البيبان ديالو الصغيره كتقيس الركابي ديال المسجون ملي كتسد. كل زنزانه داروا فيها واحد. كان العساس كيخرج دوك الجوج اللي في الزنزانات نص ساعه في الصباح ونص ساعه في العشيه، كيخرجهم باش يمشيو للطواليت. وكانوا بحال كاع المساجن كياكلوا حقهم من العدس وقت الغداء وحقهم من الباط في العشاء. واحد المره تلاقيت مع واحد من هادوك اللي كانوا في دوك الزنازين، كان سميتو عبد الرحيم حداد. دوز 3 شهور في دوك الزنزانات، دوزها على والو غير حيت كان في المركز ديال الشريف، وداك المركز هربوا منه مجموعه ديال المساجن. وشفت عاود تاني شي سراحه جابوهم من تيريس الغربيه مع الغنم ديالهم. غبروا هاد الجوج ديال السراحه بواحد الطريقه غريبه، ما قدرناش كاع نعرفوا شنو وقع لهم. ومن بعد ما فاتوا سنين قال لي عبد الرحيم حداد بلي دوك الجوج قتلوهم في يونيو 1984. في ديك الفتره بالذات البوليزاريو دار واحد الخطوه في شكل ما قدرناش نفسروا. هذيك الساعه جابوا لنا اللحم ديال الغنم في الغداء، وكان داك الغنم ديال دوك السراحه. كان حقنا من ديك الزرده هو خروف واحد كبير، وزادوا لنا واحد اخر مورا شهر. هذاك هو حقنا من الغنم ديال السراحه اللي صفوها ليهم بالعاني، الله يرحمهم. غتلقاو الجزء 16 على قناه زاويه اخرى. بسلامه.